للحديث أكثر حول تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق بعد قرار الحكومة رفع حظر التجوال وتداعياته، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، بداية أهلا بك. إصابات جديدة في بابل والبصرة والسليمانية وأربيل وعدد من المناطق والمحافظات الأخرى بعد رفع حظر التجوال، هل كان قرار رفع الحظر خطأ جسيما ارتكبته الحكومة الحالية؟ مساء الخير عليك وعلى كل مستمعيك ومشاهديك الكرام. أهلا بك. ورمضان مبارك عليكم وعلى كل الأخوة المشاهدين. أستاذي العزيز، أكو تخبط بالقرار، خطأ قاتل طبعا ارتكبت خلية الأزمة، وخلية الأزمة اللي يقودها عادل عبد المهدي تحت ضغوطات إيرانية. وهسه أنا دا أسمع طبعا منذ 3 أيام مفتوحة الحدود الإيرانية العراقية وليست مغلقة، بدليل الآن أكو مادة غذائية اسمها الرق، الآن ملت الأسواق هي والبيض العراقي، البيض الإيراني ملت الأسواق. هذا كله يؤشر الإصابات العالية في الحلة. هسه بالبصرة نطاني الخبر سريع، 15 إصابة الآن سجلت. وحتى بالسليمانية 2. طيب دكتور إبراهيم، يعني السلطات الحكومية في محافظة صلاح الدين قامت بعزل منطقة بني سعد بالكامل بعد تسجيل إصابة بكورونا، يعني ما المؤشر من إصابة منطقة بكاملها بصلاح الدين؟ وهل يعني ذلك أن المحافظة في مأمن أم من الممكن أن يتفشى فيها الوباء؟ اليوم في صلاح، اليوم البارح في صلاح الدين حالة في الدور جاي عسكري جاي من أهله من السماوة طلع مصاب وإجا التحق. نعم. حجر. واليوم بالضبط هنا في المكان، يعني حفلة مع العرس البارح عيني، وهذول من ضمن الحفلة هذا المصاب. نعم. طيب دكتور، يعني كيف تقرأ قرار رفع الحظر باعتقادكم؟ هل هو قرار يستند إلى أسس طبية أم أنه قرار يعني له خلفيات سياسية؟ قرار إيراني وليس خلاف لا قضية علمية ولا يستند إلى أي أساس طبي. نعم. وهاليوم اليوم 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 هسه اجتماع بالليل راح يعاد إعادة حظر التجول. نعم. طيب يعني تعلم دكتور أن الدول في مختلف دول العالم يعني يوميا تقوم بعمل آلاف أو عشرات آلاف من الفحوصات، بينما في العراق نجد هناك يعني عشرات من الفحوصات بشكل يومي، هذا على ماذا يدل؟ أستاذ العزيز، ترى كتات ما الفحص ما عندنا بالعراق، نقطة لا سطر. أقول لك إلى الآن العراق منذ شهرين فاحص 61,000 وكسر، يعني بحدود 62,000 العراق. دول العالم كلها باليوم الواحد تفحص 75 إلى 100,000، واكو دول متقدمه فحصت 1.5 مليون. نعم. فاحنا هذا المؤشر مال الفحص لا دلاله، ما عندنا كتات للفحص. يعني هذا قلت لك منظمه الصحه العالميه نطتنا حوالي 10 كتات، والسفير الكوري سوري الياباني الصيني نطانا حوالي 10 كتات دا يشتغلون عليها الى الان. نعم. طب هل هذه الفحوصات باعتقادكم دكتور كاشفة لعدد المصابين الحقيقي في العراق؟ كلا 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 كلا. نعم. طيب في سؤالي الأخير إليكم دكتور إبراهيم، هل بات على الحكومة في بغداد العدول عن قرار رفع الحظر باعتقادكم؟ والله ما أدري، يعني هم دول مو حكومة، لأن احنا كل العراقيين أكو شو اكو عدم ثقه بين الشعب العراقي وما يسمى بالسلطه. نعم. ما عندنا كل ثقه. نعم. وبدليل هذا التخبط هو اللي دله، والان هم ما طلعوا صاروا اسبوع على مود كابينه وزاريه اي ما نجحت، فكيف ينجحون في السيطره على مرض الكورونا؟ من بغداد كنت معنا عبر الهاتف الدكتور ابراهيم سليمان، شكرا جزيلا لك.